اللي بيخلطوا الورق واللي بيصل بيهم التبجح وقلة الدين والعقل والوطنية، اللي انه يمتدحوا اسرائيل بينسوا شيء واحد، ان 100,000 مصري عظم ولحم ووجدان وحيوات ماتوا في الحرب مع اسرائيل، مش ماتوا في الحرب مع الفلسطينيين. عاوز اقول ان فلسطين مش حركة ولا حزب ولا جماعة ولا حماس ولا الف حماس. عاوز اقول ان فلسطين هي اللي بتوحدنا، وعاوز اقول بوضوح وبدون اي حرج انني بحيي المقاومة الفلسطينية ايا ما كان اسم من يرفع البندقية في وجه اسرائيل. وعاوز اقول ان اللي بيزايدوا على دور مصر ما يعرفوش ان مصر منذ 30 يونيو الى الان وقبل 30 يونيو وهي تحطم وتفكك كامب ديفيد وبتسترد سينا وانهت مناطق نزع السلاح، وهذا ما لا يلحظه الكثيرون.